الله يعطيكم العافية جميعا، الله يسعد مساك يا رب. وبالبداية إن شاء الله أنتم الأهل بألف خير. صراحة في موضوع كتير حاب أحكي لكم إياه وكتير مهم، اللي هو بصرف الوصفات التأمين. أنتم عارفين كتير بجينا وصفات كتير، التأمينات موجودة، وكتير الدكاترة أمرات ما بكون حاطين الكود التشخيص. ففي موقع طبعا هو للأسف مش منتشر كتير، بس جدا راح يساعدكم تخزنوه عندكم بالصيدلية لما تيجي وصفتكم، تدخلوا وصفة اونلاين، تكونوا عارفين شو التشخيص اذا كان الدكتور مش كاتبه، بدل ما تضلكم تكتبوا وتضيعوا وقت. يعني صراحة كتير حتساعدكم بالشغل. طبعا راح ابعت لكم الرابط انا بعد ما نخلص الشرح على قناة التليجرام ان شاء الله، بس بهمني تكونوا عارفينه صراحة كتير مهم. طبعا احنا شرحنا بالدورة صرف التأمينات الاولى، بس للناس اللي ما حضرتها حاب اشرحه مرة تانية. صراحة كتير مهم تكونوا عارفينه. طبعا الموقع اللي هو International Classification of Diagnosis، تمام، الـ ICD. طبعا في منه 9 وفي منه 10. هسا راح نفرق بيناتهم. هسا أي تشخيص بيجينا مثلا في وصفة وإحنا مش عارفينه، مثلا كان كاتب الدكتور البرونكايتس مثلا وإحنا مش عارفين شو الرقم تاعه، بنحط برونكايتس زي ما انتم شايفين، بيطلع لي اول ريزلت. لا هسا احنا باي سي دي 9 و10. هسا ال10 هم الجلوب ميد والمحاميين، والباقي كل الشركات الاونلاين بتكون على 9، فانا بحط على الاختيار الجامبو 9، فبيطلع لي اللي هو اللي احنا بدنا اياه. تمام، حط برونكايتس، حط سيرش اول، بنحط اي اس دي 9، بيطلع لي الكود 491، وبعدين بدخله على الموقع. مثلا بدي تونسلايتس مثلا، بحط اول، لا انا بدي اي سي دي 9 مثلا، بدي ادخل ميد سيرفيس 463 مثلا. اجالي جلوب ميد او محاميين، بحط على الاي اس دي 10، بدور عليها، بحط على الاي اس دي 10 وبحط عليها. وصراحة الموقع جدا مفيد، الموقع جدا ممتاز، فلازم تكونوا متدربين عليه. الله يعطيكم العافية يا رب.